يلا ورينا نبدأ ازاي. عايزين نجيب بقى حاجة صاحب للقط ده، دي صاحب للقط ده يلعب معايا بدل ما هو قاعد لوحده كده. ايوه يسهره يدور على حبيبته كمان، ايوه ده صح. ده صاحبه. ماشي. انت لونت كل احمر، يعني كل الحيوانات لونتها احمر صح؟ ماشي. ايوه في الوان كده. يلا قول له بقى موافق ونبدا بقى نديله بقى حركات. هيقعدوا خلفيه، انت فيهم خلفيه. خطوة بقى خرجوا من بيتنا الحديقة. قول له بقى موافق على الحديقه دي. طيب يلا هتعمل ايه بقى؟ خلي القط بقى يتحرك، ادوس على القط دوت وابدا بقى اديله ايه حركات، ضيف له حركات. خليه يتحرك. بص عشان نتحرك على طول هندس له دي، هندس له دي. ماشي. دي عباره عن ايه؟ لما تدوس على الـ على الـ على البتاع اللي فوق دي يتحرك. طب وده هتخليه يتحرك ازاي؟ عايزين يتحرك اهو. لا لونه يا معلم، هنلون كله احمر الغابه الحمراء. يلا اختار كده كويس. ماشي. طيب وده هخليه يتحرك ازاي؟ هو هيقعدوا كده ويقدروا يلعبوا حاجة، اديله شوية حركات بقى، خليه يتحرك شوية، خليه يطلع مثلا كده كده. وعاوز يروح بقى يوصل لصاحبه طيب يعني. يوصل لصاحبه يبقى يمشي لقدام. ماشي خلاص. يبقى احنا هنعمل ايه؟ نخليه يمشي لقدام. قدام مش ورا يا معلم، ده الرديف ده كده. خليه مثلا يتحرك كام خطوة؟ مثلا 9. طيب وعايزين نقول له اتحرك لما ايه؟ لما النقطة الخضراء تتحرك. وقول له بقى ايه؟ اتحرك اصحى ريح له اهو. خليه يضيف لهم كورة، حط لهم لعبة، أي لعبة يلعبوا بيها هو لا هو عامل سلسلة يعني في على المية. فايه اللي حصل؟ افلاط فحاول ينط لو بسرين ماشي. تلو ما تيجي تخليهم فوق القمر. والقمر اهم فوق القمر اهو، دوس بقى كده. أبغي يوصلوا للنور.